كانت تشالنج حلو، بس كان كنت خلاص انا كنت ريليتد بالفيل، كنت حابه ان انا اكمل فيه، فقلت لا مش هستوب يعني، هكمل وانا حامل وانا مع البيبي هكمل اذاكر. في الجامعه احنا درسنا داتا ساينس او درسنا ارتفيشال انتليجنس ثيوريتيكالي، وعملت بروجكت جرادويشن بروجكت بتاعي كان في الاي اي، درسته على انه ماده عاديه جدا وكنت مبسوطه بيها، بس ما كنتش عارفه ان انا هقدر اطبقها ولا لا، يعني ما جاش في بالي خالص، لان كانش في الجوب فيكنسيز وقتها في مصر حاجه اسمها داتا ساينتست او ماشين ليرنر، ما كانش في الماركتنج مصري حاجه زي كده. بعد التخرج اشتغلت as a software developer في كذا ستارت اب يعني، بدات الاحظ حاجه بدات تنتشر في مصر اسمها داتا ساينتست. كنت في الاول قعدت ادور ابدا منين، يعني ايه الحاجه اللي تفهمني البيك بيكتشر وفي نفس الوقت بطريقه براكتيكال مش بس ثيوريتيكلي. من ضمن الحاجات اللي طلعت لي Udacity Nanodegree بتاعت الداتا اناليست، ما كنتش فاهمه طبعا ايه الحاجات دي، بس حسيت ان هي بتارجت الناس اللي عايز تفهم الداتا ساينتست عموما. بعدين قررت ان انا هاخد النانو ديجري، فبدات فعلا وكملت بقى معايا لحد بعد الماتيرنتي، كان معايا الكورس النانو ديجري كلها، خلصتها في اقل من سنه. فهمت قوي البيك بيكتشر عامله ازاي، فهمت كل كورس بيتكلم عن ايه. كان مجال الكمبيوتر ساينس هم على طول بتتعلم، هو طريقه تفكير مختلفة تماماً، وبتتعامل بتطلع برة حتة الـ software requirements، بس انت بتطلع لمشاكل real problems يعني. فحتة الـ learning curve أصلاً عند أي software developer أو engineer عموماً بتبقى موجودة، لازم ان انت تذاكر على طول.